وضربة الانطلاقة ستكون بجوية مع أولى الكرة، زرداب إلى أمام عمزاوي، ممتازة لزرداب. ماذا يقول الحكم؟ يقول ضربة جزاء لصالح رحال. هاي الإعادة، كانت الكرة من عمزاوي لرحال، سقط داخل منطقة العمليات. اتقدم الهدف الأول، ثالثة فقط من بداية المباراة، ولكن رحال نفذ كما ينبغي مانعا التفوق في بداية هذه المباراة للمولودية. يلعب أنس دحوش بسرعة مع زرداب، زرداب في لحظة تركيز، ربيع رائعة من ربيع، رائعة من ربيع. هاي الإعادة منفذة كما ينبغي من ربيع ببراءة منصوري، ولكن طويلة هذه الكرة، صعبة، خطيرة خطيرة، والحكم يقول فيها تمويه وليس ضربة جزاء. إيجاد الحلول، وهي الإعادة للقطة التي أثارت الجدل والتي طالب فيها في منه أمامي. هذه الكرة خطيرة، صعبة صعبة صعبة، هدف ثاني في منتهى الجمال بالنسبة لمولودية بجاية. هذا عمل ثلاثي مميز، بدأ من نسيم دحوش لصالح وأساسي بالنسبة له بألوان المولودية البجوية، يقدم أي كرة لزرداب. زرداب ببرودة أعصاب وبروعة وبذكاء يضيف الهدف الثاني، وفي أي وقت وفي أي ضرب، هدف في ضرب قاتل بالنسبة لدفاع شباب. نفذ ركنية لصالح شباب بالوستاد، خطيرة صعبة، والهدف الأول، الهدف الأول بجاه الإعادة ليدي المقال للركنية من ربيح، إخراج الكرة على الخط، المتابعة في نهاية المطاف، هدف التعادل الذي هو الهدف الذي يسجله فريق شباب بالوزداد من سيدي بي. سيدي بي لا سيدي بي في المرة الفارض كان يلعب من أجل البقاء. صعبة خطيرة خطيرة برا المولودية البجاوية، ولكن الشباب قد يعزف سيمفونية أخرى فوق أرضية الميدان. تتوالى الركنيات، دراج يعدل النتيجة، دراج يعدل النتيجة، أو بوغروا هو الذي يسجل هدف التعادل لشباب بلوزداد في وقت قاتل، يعيد الأمل لأنصار الشباب. فعلا هو دراج هو الذي عدل النتيجة في هاي الإعادة للكيفية التي نفذت بها الركنية من بوغروا لربيح، وفعلا دراج هو الذي يسجل، دراج هو الذي يسجل شباب بلوزداد. وفي هذه الأثناء الحكم نسيب يعلن نهاية المباراة بالتعادل الإيجابي، هدفين مقابل هدفين. نلقاكم بإذن الله في مواعيد رياضية قادمة.